تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يقام معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017. وقد أناب جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لافتتاح هذه الفعالية الدولية التي تشهد حضورا دوليا بارزا. وأكد سمو أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ملتزمة بموقفها الحازم في دعم التحالفات الاستراتيجية ضد الإرهاب والتطرف وجميع مظاهر تقويض الاستقرار، مشيرا سموه في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز الجهود الهادفة لتعزيز الإمكانات العسكرية بالتوازي مع التنسيق السياسي والدبلوماسي حيال مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، بما يصون مساعي تحقيق المقصد الأسمى والأنبل وهو مواصلة بناء المكتسبات التنموية والإنسانية. خلاص السلام الوطني، سلام. وقال سموه إن مملكة البحرين أثبتت عبر مختلف المحطات قدرتها العالية على الإسهام في الجهود الاستراتيجية الرامية لصون قيم الحق والعدل، معربا سموه عن الاعتزاز بما برهنه أبناء البحرين البواسل في قوة دفاع البحرين من جاهزية وإقدام ووطنية حقة وفق التزام مملكة البحرين بمبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية والإنسانية، بما يرفض روابط التحالفات العسكرية الإقليمية والدولية لحفظ الأمن والاستقرار على كافة المستويات من خلال المهام العسكرية والإنسانية المشرفة التي قدمت فيها المملكة تضحيات من أبنائها الشهداء الأبرار نصرة للقضايا النبيلة. ولدى وصول سموه كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين من داخل وخارج مملكة البحرين. وأشاد سموه بما تمثله هذه الفعالية من أهمية حيث تنسجم مع توجه مملكة البحرين نحو تعزيز التكامل الاستراتيجي على الصعد السياسية والعسكرية، مشيرا إلى ما يشكل هذا الحدث من إضافة نوعية إلى موقع البحرين الاستراتيجي للتنسيق على المستويات الإقليمية والدولية بما يقوي أسس التعاون ويعزز من مردوده، منوها سموه في هذا الصدد بدور العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017، والذي ينعقد بالشراكة مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة جهود تنظيم هذا الحدث المميز. ونوه سموه بما بذله القائمون على التنظيم من جهود واضحة في بلورة أهداف الفعالية التي تجمع بين الموضوعات والمحاور الهامة لتكون منصة حيوية تضم كبار صناع القرار على مستوى الحكومات والقادة العسكريين والصناعات الدفاعية، إلى جانب التقدم التكنولوجي في الأنظمة الدفاعية والمعدات وفق أعلى المستويات. مؤكدا سمو أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا باستقطاب المعارض والمؤتمرات المتخصصة، وذلك لما تشكله من قيمة مضافة تسهم في بنية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
لذا تتواصل جهود تهيئة كافة الإمكانات لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يخدم موقع المملكة كبوابة للاستثمار لأسواق المنطقة. من جانبه أكد معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أن هذا الحدث الكبير يؤكد حرص قوة دفاع البحرين على امتلاك ناصيات المعرفة المتقدمة من خلال استحداث وإنشاء الإمكانات والقدرات العلمية والتقنية للبيئة الصناعية العسكرية الوطنية لخدمة المملكة. هذا وأكد العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 أن هذه الاستضافة سوف تعزز من دور الاقتصاد الوطني وتنميته. وأوضح سموه أن المعرض والمؤتمر يشمل قطاعات الصناعة العسكرية والدفاعية الثلاثة البرية والجوية والبحرية. وقام سموه بجولة في المعرض اطلع خلالها على أحدث التطورات التكنولوجية العسكرية والمنظومات الدفاعية الحديثة من المعدات والأسلحة العسكرية بصنوفها البرية والجوية والبحرية لأكثر من 180 جهة مشاركة بين مصنع ومزود من 60 بلدا. كما شهد سموه عددا من الفعاليات المصاحبة كالرماية وعروض المركبات العسكرية ونزول المظليين. وشاد سموه بما شهده خلال الجولة التي قام بها لمختلف أجنحة المعرض وما قدمته من معدات وتكنولوجيا حديثة وأجهزة متطورة في مجالات الدفاع. كما أبدى سموه إعجابه بالعروض التي عكست التطور الذي تشهده هذه الصناعة.